بسوي معكم وصفة الشوفان من أفضل الوصفات بالنسبة لي كأفطار، وخصوصا بشتاء. بشتاء تعطي الواحد طاقة وتدفي. راح نحتاج شوفان وحليب وقرفة وعسل وفانيلا. نغليه مع النار ونحرك لمدة 10 دقائق. نسكبهم بأكواب، وممكن نضيف أي إضافة حابين. عندكم فواكه، عندكم مثلا تمر. بالنسبة لي أنا شخصيا أفضل التمر مع المكسرات. وأنتم مبدعاتكم، ضيفوا اللي تحبون.